هذه الانتخابات لدولة الكيان الخامسة والعشرين والتي تتنافس فيها القوى والأحزاب الإسرائيلية على المقاعد الكنيسة الإسرائيلية 120. هذه الدولة باتت هي دولة تختنق بعنصريتها وتتنامى فيها المكارثية الداعشية بشكل غير مسبوق، ولذلك الأحزاب العربية التي تتصارع على الدخول إلى الكنيسة الإسرائيلي من التجارب السابقة يفترض أن يكون لديها تجربة وخبرة بأن المشاركة في هذه الانتخابات فقط يعطي المظهر الديمقراطي لدولة الاحتلال. هم لا يستطيعون أن يؤثروا في القضايا الاستراتيجية مثل الاستيطان والأمن والأرض والتعليم والمخطط وحتى المخططات الهيكلية، ولذلك الدخول في هذا المعترك من شأنه أن يميع النضال الفلسطيني في الداخل الفلسطيني. نحن لا نناضل من أجل حقوق مدنية في هذه الدولة، نحن من بعد معركة سيف القدس أيار 2021 والتي هشمت دولة الاحتلال العسكريا والسياسيا والتي أوقفت تعريف عرب الداخل الفلسطيني بعرب إسرائيل، يفترض أنهم أصبحوا جزء ومكون أساسي من النضال الوطني الفلسطيني ضد الاستيطان وضد الاحتلال. ولذلك تأثيرات هذه المشاركة العربية في الداخل الفلسطيني هي ستسبب المزيد من الانقسام في الشارع الفلسطيني في الداخل الفلسطيني، وخصوصا أننا أمام ثلاثة كتل انتخابية تشارك في تلك الانتخابات لدولة الكيان الصهيوني، وبعض هذه الكتل تشارك لكي تحت مبرر وذريعة أنها لا تريد أن يعود نتنياهو مجددا لرئاسة وزراء دولة الاحتلال. ونحن نقول أن المركبات الإسرائيلية جميعها متفقة على معاداة الشعب الفلسطيني وعدم الاعتراف بحقوقه الوطنية والمشروعة، ولذلك هذه ستنعكس على سكان مدينة القدس هذه الانتخابات بأن البعض سيصبح يطالب بالمشاركة في الانتخابات لبلدية الاحتلال، وتبرز بعض الأصوات لتقول لأننا نريد أن نحصل حقوقنا الاقتصادية والاجتماعية والمدنية. ونحن نقول بشكل واضح أن التجربة يجب أن تكون أماثلة أمامنا، المشاركة تعني القفز عن الجانب السياسي، والمشاركة تعني أن شرعنا تضم لمدينة القدس والاعتراف بها عاصمة موحدة لدولة الاحتلال غير قابلة للتجزئة والتقسيم.